فادي إبراهيم اسم كبير بالدراما اللبنانية، ومن خلال تجارب عديدة صار من أكثر الممثلين احترافاً، وبلقائه مع موقعنا رح نعرف أحدث أعماله. اليوم شو بيغر فادي إبراهيم بالدور لحتى يقبل فيه؟ شو بيغرني؟ شو بيغرك فيه؟ التركيبة، يعني طبعاً في عدة أسباب بتخليني أقول إيه أو لا. واحدة منهم مادية طبيعي، والحقيقة أنه أنا شخصية تركيبتها ووجودها ضمن أحداث المسلسل وعلاقتها بالشخصيات الثانية بتصير اهتمامي لي، لأنه كل حدا كل إنسان عنده ردة فعل تختلف عن الآخر، وعنده فهم يختلف عن الآخر، أو وجهة نظر تختلف عن الآخر، وبدنا ونحن بس نكون عم نأدي هالنوع من الشخصيات بدك كتير تعمل حساب إنه هيدا مش أنت، إنه هيدا الشخص اللي عم تلعب هيدا الدور بدك تجسده إله، بدنا نشخصه. من هون أنا بحب كلمة مشخصاتي لأنه أكتر من إنه ممثل. إيه ممثل، في ناس بيمثلوا ناس بمجتمعات على نطاق ضيق، بس نحن مشخصاتية أحلى، بتلعب شخصية صح، هذا التفسير الصح. اليوم بظل هذا الوضع اللي عم نعيشه بلبنان أستاذ فادي، بعد برأيك الناس بتقدر تتحمل الدراما بالوقت اللي عم نشوف مسلسلات عم تلتغى وعم توقف تصويرها؟ يعني اللي كم سنة بقول لهم دراما نحن عم نعيشها بحياتنا اليومية، يعني كل يوم عم بيقول لك شو عم بيصير بالبلد، هيدي دراما، هيدي صارت تراجيديا أكتر، صارت تراجيدي يعني لأنه شغلة بتوجع كتير. هلأ الدراما اللي نحن بنقدمها للناس مش بس لنسليهم بمطرح معين، بس كمان في شيء عم نوصلهم إياه. مهم إنه نقدر نوصل هالأعمال هذه اللي عم نقدمها بشكل راقي، يعني على الأقل لحقنا وعم نعمل هذا الشيء نقدم شغلة تحترم وشغلة تكون منيحة للناس ويقدروها. نوع عم تحضر شيء للفترة اللي جاية؟ بلشت تصوير مسلسل؟ ايه عندي مسلسل رصيف الغرباء بعدنا عم نصوره، ومبدئيا في عنا السيزن 2 بعروس بيروت. خبرنا هالمسلسل الرائع اللي عم بينال نسبة مشاهدة كتير عالية بالعالم العربي، كيف انت رضاك عليه بالذات على دورك وهيك على بعض؟ هلأ مش جديد اللي بدي أقوله هلأ، لأنه أنا ما كتير، يعني أول شيء ما بحضر تلفزيون، يعني ما بعرف شو عم بيصير بالتلفزيونات. الأخبار بعمل أنا ريسيرش تسبقولي، عرفت علي؟ ما بحضر تلفزيون فما بعرف شو عم بيصير، يعني مفروض إذا بدي أعطي رأيي بعمل معين مني ممكن حاضره، يعني بس مش بس مشارك فيه، لأنه اللي بشارك فيهم بعمل مشاهدة، فما بكون كتير مركز على المشاهد التانية، ونكون عم نصور بأكتر من عمل، يعني ما مصدق أي ساعة نخلص النهار لنروح نرتاح لتاني نهار كنا عنا بكير كمان تصوير، إذا مش بهيدا بالتاني. ف وتيرة حياتنا منا منظمة أبدا، وبنفس الوقت إنه بدنا نشوف الأعمال التانية لحتى نقدر نعطي رأينا فيها ما بيكون في وقت. فأنا مشكلتي مع الدراما اللي تنعرض على التلفزيون، مشكلتي إنه الوقت عم بيخدني منها، بس عم بيخدني منها لقدم لها. كلمة أخيرة لكل اللبنانيين بالذات اللي عم بيشوفوك اليوم. يعني شو بدي لكم، اللي عم نمرق فيه صعب كتير. المفروض فينا نحن كمان نقدر نقدر الكل، بالآخر كلنا بدنا نعيش بهذا البلد، ولازم يصير في محاسبة، لأنه إذا ما نظفنا ما رح فينا نبلش من جديد. بدنا نطول بيننا شوي، قديش ما بعرف، بس إنه مبدئيا بس تتعقد هالقد الخبرية إلا ما
تنتهي بمطرح معين إن شاء الله بإذن الله. والله يقويكم ويعطيكم العافية كلنا للوطن.